الدوحة، معلمة الرياضيات للصف الأول الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم العدد 9. دعونا الآن أعزائي الطلاب نستمع إلى قصة العدد 9. 9 الحزين. جاء الرقم 9 حزينا، فقال له صديقه: ما بك يا صديقي؟ لماذا أنت حزين؟ قال الرقم 9: لقد كذب علي أصدقائي. رد عليه صديقه مندهشا: وبما كذبوا عليك؟ قال: لقد وعدوني بالذهاب معهم إلى المزرعة اليوم، لكنهم لم يوفوا بوعدهم وذهبوا من دوني وتركوني وحيدا. حزن صديقه وقال: ولكن لما فعلوا ذلك وأخلفوا الوعد؟ ثم جاء الأصدقاء يحملون سلة بها 9 تفاحات، فرأوا الرقم 9 حزينا وهو يبكي، وأخبرهم بالقصة، فضحكوا وقالوا: لا تتسرع، فهم لم يكذبوا عليك، ونحن هنا لنأخذك معنا إلى المزرعة، فهناك مفاجأة في انتظارك. وبعد 9 دقائق ظهر جميع أصدقائه يحملون 9 شمعات احتفالا بعيد ميلاد الرقم 9 التاسع. ففرح الرقم 9 كثيرا وتعلم ألا يسيء الظن بأحد ولا يتسرع في الحكم على الأشخاص. ويهديكم الرقم 9 هذه الأنشودة. هل أخبركم يا أطفال ماذا يخطر لي في البال؟ هل أخبركم يا أطفال ماذا يخطر لي في البال؟ فعلى بالي يا أحبابي، فعلى بالي يا أحبابي، أبيات من شعر عذب سوف أنشدها في الحال، سوف أنشدها في الحال. ها ها رقم 9، ها ها يا للروعة، ها ها رقم 9، ها ها يا للروعة، رقم أبدا لن أنسى، هل تدرين لم ماما؟ رقم أبدا لن أنسى، هل تدرين لم ماما؟ ذاك لأني 9 أشهر في بطنك قد عشت أنا، ذاك لأني 9 أشهر في بطنك قد عشت أنا. 9 9 9 9 9 تسعة. هل أخبركم يا أطفال ماذا يخطر لي في البال؟ هل أخبركم يا أطفال ماذا يخطر لي في البال؟ فعلى بالي يا أحبابي، فعلى بالي يا أحبابي، أبيات من شعر عذب سوف أنشدها في الحال، سوف أنشدها في الحال. ها ها رقم 9، ها ها يا للروعة، ها ها رقم 9، ها ها يا للروعة. والآن عزيزي الطالب انظر إلى الصورة جيدا. كم نملة لدينا؟ أحسنتم، إنها 9. الآن عزيزي الطالب لدينا صورتان، وتحتوي كل صورة على مجموعة من العناصر، أي منهما تحتوي على 9 عناصر؟ ركز جيدا، هل هي الصورة الأولى أم الصورة الثانية؟ ممتاز، إنها الصورة الأولى. والآن عزيزي الطالب افتح كتابك المدرسي على درس العدد 9 ولاحظ الصورة التالية. ماذا ترى في هذه الصورة؟ ممتاز، 9 بنات أيضا. ماذا ترى في هذه الصورة؟
أحسنت، 9 كرات. أيضا ماذا ترى في هذه الصورة؟ ممتاز، 9 أطواق. الآن عزيزي الطالب اكتب العدد 9. دعونا الآن نتعلم طريقة كتابة العدد 9. عندما نقوم بكتابة العدد 9، أولا نبدأ من النقطة، ثم نرتفع قليلا إلى الأعلى، نستدير إلى اليمين، ثم ننزل إلى الأسفل. مرة أخرى، نبدأ من النقطة، ثم نرتفع إلى أعلى، نستدر إلى اليمين، ثم ننزل إلى الأسفل. شاهد عزيزي الطالب كيف نقوم بكتابة العدد 9. السؤال التالي هو: أعد واكتب العدد المناسب. انظر عزيزي الطالب، لدينا هنا مجموعة من الصور، كل صورة تحتوي على مجموعة من العناصر. الآن انظر إلى الصورة الأولى وعد عناصر المجموعة الأولى، ثم اكتب العدد. كم عدد عناصر المجموعة الأولى؟ ممتاز، إن عددها 8. أحسنت. الآن ننتقل إلى الصورة الثانية، كم عدد عناصر الصورة الثانية؟ ممتاز، إنها 9. اكتب الآن عزيزي الطالب العدد 9. ممتاز. الآن ننتقل إلى الصورة الثالثة، كم عدد عناصر الصورة الثالثة؟ أحسنت، إنها 9. اكتب عزيزي الطالب الآن العدد 9. ممتاز. السؤال التالي هو: أقسم كل مجموعة إلى مجموعتين حسب العددين. انظر عزيزي الطالب، لدينا هنا مجموعة من الصور، يجب أن نقوم بتقسيمها إلى مجموعتين حسب العددين اللي موجودين أسفل كل صورة. ننتقل الآن إلى الصورة الأولى، يوجد لدينا العددان 8 و1. الآن سوف أقوم بتقسيمها إلى مجموعتين، سوف أعد 8 جزرات، الآن قمنا بعمل المجموعة الأولى، المجموعة الثانية تحتوي على 1، الآن قمنا بتقسيم هذه الصورة إلى مجموعتين حسب العددين وهما 8 و1، الآن سوف ننتقل إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية الرقمان هما 7 و2، إذن سوف أقوم بتقسيم المجموعة الأولى ووضع 7 في داخلها، والمجموعة الثانية تحتوي على 2. الآن ننتقل إلى الصورة الثالثة، والعددان هما 6 و3. سوف نقوم بعد 6 تفاحات ووضعها داخل مجموعة، ثم المجموعة الثانية وهي تحتوي على 3 تفاحات. الآن ننتقل إلى الصورة الأخيرة، وهي العددان الموجودان هما 5 و4. سوف نضع 5 برتقالات داخل مجموعة، والمجموعة الثانية تحتوي على 4 برتقالات. وهكذا قمنا بتقسيم كل مجموعة إلى مجموعتين حسب العددين. ننتقل الآن إلى السؤال التالي. السؤال هو: أكمل رسم الأشكال بقدر العدد. الآن لدينا مجموعة من الأرقام وهي 7 و8 و9، ويوجد بجانب كل رقم مجموعة من الأشكال.
ألم، انظر عزيزي الطالب إلى السطر الأول. يحتوي السطر الأول على الرقم، أحسنت، الرقم 7. يوجد بجانب الرقم 7 فقط دائرتان. الآن سوف نكمل رسم الأشكال حتى نصل إلى 7. الآن افتح عزيزي الطالب أصابعك، وضع على يدك العدد 7. الآن قم بإخفاء 2. كم إصبع بقي لديك مفتوح الآن؟ ممتاز، بقي لدينا 5. إذن سوف نرسم الآن 5 دوائر. 1، 2، 3، 4، 5. الآن أصبح العدد الآن 7. ننتقل الآن إلى السطر الثاني. السطر الثاني يحتوي على العدد 8. انظر عزيزي الطالب، كم مربع بجانب العدد 8؟ أحسنتم، إنها 3. الآن ضع على يدك عزيزي الطالب 8. افتح 8 أصابع، ثم قم بإخفاء 3 منها. كم إصبع بقي لديك مفتوح؟ أحسنتم، 5. إذن سوف نقوم برسم 5 مربعات. 1، 2، 3، 4، 5. أحسنتم. الآن ننتقل إلى العدد الأخير. العدد هو 9، ويوجد بجانب العدد 9 4 مثلثات. الآن ضع على يدك العدد 9، أخفي منها 4. كم يبقى لدينا؟ أيضا يبقى لدينا 5. إذن سوف نقوم برسم 5 مثلثات. 1، 2، 3، 4، 5. وهكذا عزيزي الطالب قمنا بإكمال رسم الأشكال بقدر العدد المطلوب. ننتقل الآن إلى السؤال التالي. السؤال هو اكتب الأعداد من 1 إلى 9. الآن لدينا العدد 1 ثم 2. ماذا يأتي بعد العدد 2؟ أحسنتم، إنه 3. وماذا يأتي بعد 3؟ ممتاز، 4. ماذا يأتي بعد 4؟ أحسنتم، 5. ماذا يأتي بعد 5؟ ممتاز، 6. وماذا يأتي بعد 6؟ ممتاز، 7. وماذا يأتي بعد 7؟ أحسنتم، 8. وماذا يأتي بعد 8؟ 9. أحسنتم. الآن عزيزي الطالب لدينا واجب. الواجب هو اكتب عزيزي الطالب العدد 9 على دفترك. وتذكر عندما نقوم بكتابة العدد 9 نبدأ من النقطة، ثم نرتفع إلى أعلى، نستدر إلى اليمين، ثم ننزل إلى الأسفل. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجدداً.